السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصدقائي وصديقاتي في كل مكان، ومعكم اخوكم مصعب القاضي. كيف حالكم؟ اتمنى انكم تكونوا بخير يا جماعه. قبل لا نبدا حلقتنا، حابب اول حاجه اعتذر منكم جدا جدا، لانه المفروض كان انزل الحلقه دي من زمان. ناس كثيره طلبتني في الانستغرام انه انزل مختصر سفريتي لمصر وكم كلفتني مبالغ الماليه. طبعا الزمن ده يا جماعه كل واحد صار يعني حريص جدا بزياده في الصرف صراحه، نسبة طبعا زي ما انتم شايفين الغلاء اللي حاصل في العالم كله. ما عليكم، ان شاء الله حديكم السفرية بالتفصيل الممل. المهم يا جماعة عشان ما نتكلم على تفاصيل كثيرة، التطبيق الاول انتم لازم تنزلوه يا جماعة اللي هو تطبيق Airbnb. تطبيق Airbnb ده زيه زي تطبيقات الحجوزات حقت الفنادق اللي هي بوكينج، او مثلا خلينا نقول ويجو والتطبيقات اللي كلنا عارفينها. بس صراحة تطبيق Airbnb مفصل اكتر يا جماعه. كيف يا مصعب مفصل اكتر؟ طبعا لو حابين انتم مثلا تاخدوا شقق، حابين تاخدوا فيلل، حابين تاخدوا يعني المناطق اللي هي التطبيقات ما بتتعامل معها. طبعا كلنا بنعرف تطبيقات اللي هي زي بوكن وكده بيتعاملوا مع منتجعات سياحيه، بيتعاملوا مع فنادق عالميه. بس اما تطبيق Airbnb تطبيق بسيط جدا جدا، بيتعامل مع حقين الشقق. يعني مثلا انا عندي شقه حابب اجرها، بعرضها في تطبيق Airbnb، وفي نفس الوقت انت لما تدخل التطبيق مثلا، خلينا مثلا نقول انت حابب مثلا تاجر في مصر، مصر المعادي، بتدخل مثلا تكتب في التطبيق مصر المعادي، بتطلع لك كل الشقق والاسعار حقتها، وبتتواصل مع المالك مباشره، تتفاوض معه في الاسعار. يعني حتى السعر اذا ما عجبك اللي هو موجود مثلا في تطبيق Airbnb، انت تقدر تنقص السعر، وغير كده الدفع عند الوصول نفس التطبيقات الثانية. برضو في بعض التطبيقات بتقول لك الدفع عند الوصول، وفي بعضها لا، بيقول لك لازم تدفع داون بيمنت، وممكن بعد كده العربون اللي انت دفعته يروح عليك. الحلو في تطبيق Airbnb حتى لو انت دفعت عربون ومشيت الشقة وما لقيتها بنفس المواصفات اللي انت عايزها، تقدر تلغي العقد بكل سهولة وترجع لك قروشك اللي هي الداون بيمنت اللي انت دفعتها. ففي فيتشرز جدا حلوة، والآن بدوا يستخدموه هنا في المملكة العربية السعودية. التطبيق الثاني اللي هم عبارة عن تطبيقين للمواصلات، فنزلوا التطبيقين ديل. التطبيق الأول اسمه ديدي، والتطبيق الثاني اسمه اندرايف. دي تطبيقات منافسة لأوبر وكريم، وغير عن كده يعني ما شاء الله تبارك الله عندهم عروض. يعني أنا أحاول أختصر لكم الموضوع. مثلا نقول أنا الآن هنا في جدة حابب أمشي من المكان اللي أنا ساكن فيه اللي هي منطقة الخالدية، دار أمشي البلد، نقول المشوار اللي هو المتعارف عليه 60 ريال. التطبيق حق ديدي مثلا بيكون بديك عرض ب40 ريال، التطبيق الثاني اللي هو اندرايف بيكون ب35 ريال، والعكس صحيح. والحاجة الحلوة صراحة واجهتنا كثير، واجهتنا أنا كان في 2019 لما نجي مثلا، كنت زمان أركب مع حق أوبر أو مع كريم، بيبقوا لا والله معلش يا باشا ما معيش فكة. البرامج دي الحلو فيها ما في حاجة اسمها ما عندك فكة، حتى لو ما عندك فكة تخط عليه في المحفظة، لما نجي أركب مشوار بعدك بخلي صاحب المشوار اللي بعدك يخصم المبلغ اللي أخذه مني. يعني مثلا مشيت مشوار ب40 وأديته مثلا 50، باقي لي 10 جنيه، خدت لي 10 جنيه في رصيد المحفظة، ولو جيت ركبت مشوار ثاني مثلا ب10 جنيه أو ب20 جنيه، يخصم ال10 جنيه في الحساب وتدفع له باقي المبلغ كاش. يعني صراحة تطبيق أحلى منه. بعد كده ناس كثيرة طبعا هتقول لي والله يا مصعب نحن صراحة ميزانيتنا محدودة، أنا ما بقدر كل يوم أركب أوبر، كريم، ديدي، اندرايف، محتاج حاجة تانية اللي هي محتاج أستقل المترو والمواصلات العامة. في تطبيق للمترو وللمواصلات العامة، وكل التطبيقات دي إن شاء الله بالرابط حقتها هاخدها لكم تحت في صندوق الوصف. فعندهم هناك الباصات العامة ما شاء الله تبارك الله، جابوا الباص الدورين زي اللي هي باصات لندن، بتكون ماشية في الخط الدائري بتلف القاهرة كلها. انا ركبتها في ب10 جنيه، وفي ب20 جنيه، بتنزلك في المنطقه اللي انت حابب توصله، وبتوريك مثلا بعد كم دقيقه بتكون مثلا، انا كنت في التجمع الخامس، بتقول لك بعد كم دقيقه بتكون في التجمع الخامس، بعد دقيقه كذا بتكون كذا، وجهتك بتصلها بعد كده. يعني ما شاء الله تبارك الله حاجه جميله جدا جدا. ونفس نظام القطارات في مصر او نفس قطارات العالم، بيجي المحصل لحد عندك بياخد منك المبلغ حق التذكره، مبرد مكيف، امورك تمام التمام. بعد كده يا جماعه نيجي نتكلم على موضوع اللي هي المطاعم، بحكم انه انا طبعا بقيم مطاعم وكده. ناس كثيره يا جماعه في البدايه قالوا لي يا مصعب يا اخي انت صراحه طلعت شويه عن مجال حقك، مجال الطبخ شويه، بدات طبيخ اول ما بدات الغناء، بعد الطبيخ مشيت قلبت لنا تقييم مطاعم، بعد شويه بدات تصور فعاليات، بعد شويه بقيت تسافر. طيب يا جماعه في الاخير الاكل كلنا بنعرفه يا جماعه ثقافه بلد، انا الليله ما بعرف عن ثقافه البلد دي، على اي اساس انا اقيم الاكل حقهم بما انه انا ما بعرف ثقافتهم؟ فالاكل يا جماعه جزء كبير جدا جدا من ثقافه البلد اللي انت فيها. اديكم مثال بسيط، الان لما اجي اقول لكم شيء هتقول لي السودان، اقول لكم كفسه هتقول لي السعوديه، اقول لكم محشي حواوشي هتقول لي مصر، زغني اثيوبيا، الاردنيين المنسف، المغاربه الكسكس. فشايفين، فلازم يعني انت تكون عارف على ثقافه البلد دي على ضوها تقيم. يعني
فالمطاعم صراحة أنا أنصحكم أنتوا تمشوها. أول حاجة يا جماعة قريب من التجمع الخامس في محل هناك اسمه مجمع البنوك، ما شاء الله تبارك الله في عدة مطاعم، بس المطعم اللي داركم تمشوه أنا ما قدرت أمشيه، اسمه مطعم عنتر حضرموت. تخيلوا يا جماعة أنا جيت يوم السبت، مشينا اليوم الثاني أنا وإبراهيم صاحبي فطرنا هناك، حاولنا ناخذ حجز، تخيلوا لحد يوم السبت الجاي ما في، كان فول قال لي لحد يوم الأحد، قلت له مسافر يوم السبت من هنا من هنا يهديك يرضيك، قال لي ما في ما عندي حجز. فصراحة يعني أنصحكم تمشي تجربوا المكان ده وإن شاء الله حتشكروني بإذن الله تعالى. الحاجة الثانية يا جماعة في مطعم اسمه التلال قريب من أهرامات الجيزة اللي هي الأهرامات الثلاثة المعروفة من عجائب الدنيا السبع، برضو أنصحكم مطاعم تلال دي كلها يا جماعة هنذكرها لكم في صندوق الوصف إن شاء الله. نجي بعد كده نتكلم على سوق الرحاب. سوق الرحاب ده في مجمع الرحاب من المجمعات السكنية الراقية، في محلات هناك معروفة، المحل الأول يا جماعة داركم تمشوا تجربوه وحتشكروني عليه واللي هو ابن الشام، تطلبوا من عنده وجبة اسمها الجوكر. الجوكر ده أنا تكلمت عليها في حلقة مفصلة، هخلي لكم الرابط برضو في صندوق الوصف تشوفوها عشان ما نطول زمن الحلقة. وفي محل حلويات اسمه عبد الرحيم قدير، ده منافس لحلواني العبد، برضو أنا ما هتكلم عنه كثير، حاسيب برضو تشوفوه في الحلقة. والمحل الثالث يعتبر محل شعبي حق اخواننا سوريين اسمه سلورة، ده دايركم تاخدوا من عندهم كنافة بالجبنة النابلسية. وقفل الطلب على كده يا مدير، بجد حتشكروني على الحاجات دي. بعد كده يا جماعة طبعا البرامج السياحية، يعني مصر ما شاء الله تبارك الله جميلة جدا جدا، أنصحكم يا جماعة بالمناطق الشعبية. حتقول لي والله يا مصعب، يعني حتى أنا كان صراحة بعض أصحابي يقول لي ما تنزل المناطق الشعبية وكده، والمناطق الشعبية خطر وما خطر وبيضايقوك، وشفنا فيديوهات كثيرة في اليوتيوب إنه الناس بتضايقك في المناطق الشعبية. فصراحة أنا لما نزلت المناطق الشعبية الآن بقت مؤمنة أكثر من أول، شفت الحاجة دي بعيني. يعني بتذكر اليوم الأخير لما نزلت السيدة زينب والحسين، كنت أشتري بعض الهدايا لأهلي، طبعا تخيلوا يا جماعة المبلغ اللي أنا نزلت به وجبت كمان هدايا وأدوية، حتكلم لكم بالتفصيل في الموضوع ده. المهم يا جماعة، فشفت بعض السياح الأجانب كانوا بياخدوا صور وكده، وكانوا حقين المحلات بضايقوهم، تعال اشتري مننا وكده وهنا، فتعرفوا بيدوروا اللزق حقهم يعني. ففي الأخير واحد من المباحث حتقول لي أنت عرفت كيف مباحث عشان كان السلاح ظاهر، قال له خلاص سيبهم على كده ما تزعج الناس زي أكتر من كده، زمان فعلا كان بضايقوا الناس الآن لا. فحتى يعني السلطات المصرية نشكرهم على يعني مجهودهم في الموضوع ده، بيقوا الناس دي الموجودين في كل مكان، يعني حتى التسول الزمان اللي كان بتلقاهم مثلا عند المناطق الأثرية زي المتاحف والحاجات دي الآن ما في، وكل حاجة يا جماعة الآن موجودة على الإنترنت. أنت ماشي أي مكان مثلا متحف ولا مناطق معروفة، برج القاهرة، الأماكن دي تدخل على الإنترنت بوريكم الأسعار. بالنسبة للمتحف القومي ب 240 جنيه للأجانب وللمصريين ب 60 جنيه، برج القاهرة ب 240 جنيه، قلعة صلاح الدين 60 جنيه لجميع الناس اللي هم أتكلم على العرب مش الأجانب، والأجانب بتقريبا 100 جنيه. وقصر البارون يا جماعة، قصر الرعب ده لازم تزوروه يا جماعة، قصر الرعب ده من أحلى القصور في مصر ومن القصور القديمة. تخيلوا يا جماعة مبني قبل الحرب العالمية الأولى، ده برضه أنا نزلت عليه حلقة برضه حخليها لكم في صندوق الوصف. أنصحكم تمشوا القصر ده، وتكلفة الدخول تقريبا 60 جنيه للمصريين والعرب، والأجانب ب 100 جنيه. قصر جميل حيعجبكم صراحة، لما تمشوا هناك لازم تاخذوا لكم صور تذكارية. دي يا جماعة الحاجات اللي أقدر أنصحكم إنكم تسووها. نجي بعد كده نتكلم على موضوع اللي هو صرف العملة. أنت هناك إذا حابب تصرف عملة، طبعا السوق السوداء تقريبا لما نزل كان تقريبا الريال الواحد ب 8.50 قرش أو 8.5، وفي سعر السوق السوداء 9.3 اللي هي 9.3 أو 9.5، فتقريبا في فرق بتاع جنيه في بينه. بس صراحة أنصحك إنك أنت تأخذ من الأسعار الرسمية والمحلات الرسمية اللي هي البنوك ومحاولات الصرافة المعتمدة، ما تتعامل بسوق السوداء. السوق السوداء ممكن تلقى نصابين، ممكن يعني تكون القروش مزورة، ممكن تدخل نفسك في حطات ضيقة كثيرة. فأنا أنصحك تمشي عن طريق الحطات الرسمية، وفي الأخير يعني حتى لو صرفت مبالغ كبيرة، فرق ال 3000 جنيه هو ال 4000 جنيه دي صدقني في الأخير ما هتفرق معاك كثير، زي ما انت انك تاخذ عن طريق البنوك الرسميه وتوفر على نفسك. انا كنت بتعامل عن طريق الصرافات الرسميه، وتخيل يا جماعه ممكن تتصلوا عليهم، لو اخذتوا رقم بتاع صرافه تتصل عليه وتقول له والله مثلا انا عندي 500 ريال داري فيك، بقول لك خلاص حاضر برسل لك برضه واحد بيجيبها لك لحد عندك. زي ما قلت لكم يا جماعه في مصر اي حاجه دايما بوصلها لكم لحد عندكم في الباب. نجي بعد كده نتكلم على موضوع كم انا صرفت. طبعا يا جماعه بالطيران بكل حاجه كلفتني 3000 ريال. الطيران تخيلوا يا جماعة 1000 ريال، حتقول لي كيف 1000 ريال؟ طبعا حجزت عن طريق تطبيق ويجو،
طبعا يا جماعه لازم لما تيجي تحجزوا للطيران والحاجات دي في التطبيقات دي لازم تكونوا مخططين لسفريتكم قبلها بشهر. خلاص انت تعرف اليوم الفلاني انا مسافر المكان ده، فكل ما تحجز قبلها بوقت كل ما بتطلع معك تذاكر الطيران رخيصه جدا جدا. فانا تقريبا كلفتنا الف ريال، تخيلوا من هنا مشيت ب 787 اللي هي الدريم لاينر، كلنا بنعرفها ما شاء الله تبارك الله، طياره جدا مريحه. لما مشيت من هنا الطياره كانت فاضيه تقريبا، كل الركاب اللي فيها ما بيعدوا ولا 50 شخص. الرجع كانت زحمه لو انه كان موسم، موسم عمره اللي هي في رمضان. لما رجعنا صراحه كانت الطياره فل، اللي هي ايرباص 330 كانت فل للامانه. تخيلوا انا لقيتها ب 1000 ريال، يعني يعتبر محظوظ. السكن دفعت ما يعادل 400 ريال سعودي، وباقي لي زي 1600. تخيلوا يا جماعه 1600 دي انا قعدت عليها من يوم السبت لحد يوم السبت، كنت يوميا بطلع، كنت يوميا بركب اوبر، كنت بشكل يومي بفطر برا وبتسحر برا، فعليا كنت بفطر وبتسحر برا، وغير طبعا اللي هي الزيارات اللي ما كنت اصلا بصورها ولا قدرت اصورها، وحتى الفترات الصباحيه بطلع يعني بجد رمضان في مصر حاجه ثانيه، حياه يا جماعه. فانا كنت طبعا تعرف المصريين فيها عده ديانات، الديانه الاسلاميه والديانه المسيحيه والديانه اليهوديه، يعني صراحه يعني غير المسلمين بيحترموا المسلمين جدا، فما بتلقى واحد بياكل قدامك او كده، لكن في الاخير المحلات شغاله 24 ساعه، فدي الحاجه الحلوه صراحه في مصر. عيشتنا اجواء جدا جميله، وحتزعلوني حارجع مصر ان شاء الله في رمضان مره ثانيه باذن الله، حارجع مصر في رمضان مره ثانيه. وكنت صراحه في الرحله دي داير امشي الاسكندريه، بس للاسف ما قدرت امشي الاسكندريه، لكن ان شاء الله المره الجايه حنزل الاسكندريه. ولو انتم ماشيين الاسكندريه يا جماعه داركم تصحوا الصباح بدري، تمشوا محطه القطارات، تركبوا قطار اسمه التالجو، التذكره ب 150 جنيه، قطار في اي بي، قطار التالجو بيوصلكم تقريبا من ساعتين ونص الى 3 ساعات وانت في قلب الاسكندريه. تمشي من بدايه اليوم تمشي مكتبه الاسكندريه العامه، وبعدها تمشي اكثر من مطاعم، كمان حاخذ لكم ان شاء الله اسم المطاعم دي في صندوق الوسط، قضوا يوم كامل وترجعوا في الليل. ولو حابين كمان تبيتوا هناك وتاخذوا اللي هي الفنادق على النيل برضو عندكم، على البحر عفوا، برضو عندكم تطبيق Airbnb بفيدكم كثير جدا جدا. وطبعا لو عندكم زول هناك كمان بفيدكم اكثر من التطبيقات دي كلها، لكن عشان تفادوا استغلال التجار والجشع حق السماسره استخدموا التطبيقات دي، افضل لكم يا جماعه، افضل لكم بكثير. فزي ما قلت لكم سفريه كامله كلفتني 3000 ريال، وزياده على كده يا جماعه تخيلوا اشتريت ادويه، واشتريت هدوم لي انا، واشتريت هدايا، هدوم دي اللي هي ملابس. تخيلوا يا جماعه جيت راجع بباقي 200 ريال، يعني تقريبا انا صرفت نقول من ال 3000 ريال 2800 ريال، وكانت حاجه صراحه جميله جدا جدا، استمتعت وعشت فيها عيشه الملوك. شوف يا جماعه في اي سفريه انت بتحدد دار تصرف كم، انت الليله ممكن تصرف 10000 في يوم واحد، وممكن تصرف 100 ريال في يوم، على حسب ما انت داير تصرف شنو بالضبط، وعلى حسب الاماكن اللي بتمشيها. انا عن نفسي صراحه احب المناطق الشعبيه، احب المناطق المتوسطه، احب الحاجات المعقوله، ما احب صراحه امشي المناطق الراقيه، ما احب امشي المطاعم الغاليه، ما احب امشي الاماكن دي. فكل يعني كل سبحان الله كل واحد له ذوق معين، في ناس بتحب المطاعم الزحمه، في ناس لا بتحب المطاعم الهادئه، في ناس بتحب المطاعم الشعبيه، في ناس بتحب المطاعم العالميه، فكل واحد وذوقه. فانا في الفيديوهات اللي قاعد انزلها قاعد احاول اجمع ما بين الاثنين هنا وهنا، عشان نرضي كمان جميع الاطراف وما اركز على طبقات معينه. وبكده تكون خلصت تغطيتنا لليوم، اتمنى ان التغطيه تكون نالت اعجابكم، واشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.